صباح الفل والجمال على حضراتكم مشاهدي 8 الصبح، وصبح على كل اهل المحروسه داخل مصر وخارج مصر. حلقه جديده، يوم جديد بنبتدي بكل الطاقه الايجابيه مع حضراتكم من الان وحتى العشره. هبتدي معاكم زي كل يوم بمعلومه او نصيحه. النهارده جايبه لكم معلومه عن اهميه مهارة اسمها مهارة الانصات. ممكن اي حد يعني يقول طب يعني موضوع الانصات اسمع حد ده اهميته ايه في حياتنا؟ أهمية كبيرة جدا. علماء النفس ابتدوا يرصدوا من خلال الدراسات انه حتى المشاكل الأسرية سببها الأساسي هو انه مفيش لغة حوار، وعلى قمة هذه المهارات هي مهارة الاستماع، ان انت تنصت لحد. لما جم يشوفوا الترجمة بتاعتها باللغة الإنجليزية اسموها active listening، يعني مهارة مفعلة، ان انت تفعل مهارة السمع حتى تصل الى مرحلة الانصات. هنا بيأتي اهمية واللي وصفوها علماء النفس والاجتماع على قمة المهارات اللغوية، انه لما جم برضو يصنفوها في الدراسات وفي الكتب الكتيرة اللي اتكلمت على هذه المهارة، قالوا انه هي اساس العمق واساس التفكير العميق واساس كمان للخبرات اللي انت ممكن تصل لها في حياتك. اكتسابك للمعلومات والحقائق بيجي عن طريق هذه المهارة في المقام الأول، بالإضافة في بعض الأمور هي والبصر. على كل ابتدوا بقى العلماء يصنفوها إلى أنواع. طبعا الأنواع الكتيرة بالنسبة لمهارة الإنصات كتيرة جدا، ممكن نقف عند الإيجابي والسلبي، الإنصات الإيجابي، الإنصات السلبي، الإنصات المصطنع. وطبعا الهدف الأسمى هو الإنصات الإيجابي اللي هو تصل لمرحلة اكتيفيشن فيها، او ان انت فعلا تفعلها. ولكن من الحاجات اللي لفتت نظري انه لما جم يوصفوها لقوا فيها listening for information، ان انت تسمع عشان تكتسب حقائق او معلومه معينه، وفي منها الكريتيكال listening ان انت بتسمع عشان تنتقد، او ان انت تقدر ان انت تصل فعلا لحقيقه الامور من خلال استرجاع بعض الحقائق اللي هي موجوده اصلا عندك في الذاكره. وهنا دمج بعض المهارات اللي عندك من خلال مهاره السمع او الانصات. وفي كمان ال listening for enjoyment، ان انت تستمتع بحاجة، بتسمع أغنية، بتسمع أي حاجة، بتعمل عندك حالة من النشوة والبهجة. وفي كمان لما جم بقى يتكلموا في المشاكل مثلا اللي بتحصل بين الأصدقاء، أو مثلا مدير ومرؤوس، بتحصل مثلا بين زوج وزوجة، أو أحد يعني مثلا حد وأحد أفراد الأسرة، قالوا إنه مهارة الإنصات الناس بتفتقد حاجة اسمها empathetic listening، أو اللي هو الاستماع العاطفي، إن أنت من باب إن أنت تبقى مستمع جيد للي قدامك أو منصت جيد للي قدامك، لازم يبقى في تفاعل في المشاعر. وهنا برضو دمج أكتر من حاسة عندك من خلال مهارة الإنصات. وفكرة إن أنت تكون منتبه، هنا بيجي فكرة الأكتيف ليسنينج، أو إن أنت فعلا تكون مستمع أو منصت بإيجابية للي قدامك. وبرضو لما جم يعني العرب قديما والحكماء قالوا، كان مقولة شهيرة قوي أنا بحبها وأفضلها، استمع للجهال واستمع للعلماء، فإن إنصاتك للجهال يزيدك من الحلم، وإن إنصاتك للعلماء يزيدك من العلم. وأيضا مرسي جميل عزيز وألحان فريد الأطرش وغناء فريد الأطرش قال يعني مدخل أغنية كده حلو قوي، قال له اسمع اسمع لما أقولك. صباحكم زي الفل، مكملين معاكم حتى العاشر.